طبعا احنا دلوقتي بنحط البنج قبل ما نبتدي الاجراءات اللي احنا هنعملها. اللي احنا هنعمله النهارده هو جلسه ميزوثيرابي للشعر، اوكي، مع البرنتين، وبعدين هنعمل جلسه فيلر للخدود، وفي نفس الوقت فيلر للشفايف. لو تفتكروا احنا عملنا قبل كده فيلر خدود، دي كانت مرحله اولى، علشان برضو بنشوف يعني عملنا شويه، يعني حطينا كميه كده معينه بنقرر بيها وبنحسن نشوف بيها الدنيا التحسن هتبقى عامله ازاي. طبعا الحمد لله كانت النتيجه قويه جدا، وفي نفس الوقت هنكمل بقى عشان نوصل للنتيجه اللي احنا البلازما، وطبعا بكمل لشعري طبعا مع الدكتور برضو. بس احنا اتفقنا مع دكتور محمد اللي احنا ان شاء الله هنصور لكم حلقه بحلقه، بحيث كل الكورس يبقى قدامكم وتلاحظوا التطور اللي حصل معايا بالنسبه لبشرتي. انا طبعا كان عندي مشاكل بالنسبه لهالات السمراء المره اللي فاتت، احنا شرحنا الموضوع ده، وكان عندي بس موضوع الخدود ده كان غطسان كده، فقلنا نظبط حاجات رتوش بسيطه مع دكتور محمد، وشرح هو بالتفصيل الحاله بتاعتي وايه المفروض اللي احنا نعمله فيها. اللي ما شافش الحلقه دي يرجع للديسكربشن، صندوق الوصف، كومنت مثبت هيلاقيها. دلوقتي احنا هنكمل بقيه الكورس، جاي اكمل بقيه الكورس بالنسبه للبشره والشعر، بس بخصوص موضوع الشعر عشان في ناس كتير طلبت مني الموضوع ده. طلبت من الدكتور محمد اللي هو يكلمنا عن اسباب تساقط الشعر وعلاجه والكورسات الحاليه اللي احنا ممكن نعملها لتوقف او منع او تكثيف الشعر، وايه الحالات اللي احنا ممكن اللي احنا نقدمها لكم عشان تستفيدوا، او النصائح اللي احنا ممكن نقدمها لكم عشان تستفيدوا بيها باذن الله تعالى. فاسيب بقى الميكروفون للدكتور محمد هو يكلمنا في التفصيل. السلام عليكم، احب احييكم الاول، اقول لكم اهلا وسهلا بيكم، واحب احيي الاستاذ نور اللي مشرفانا النهارده ومنورانا. يعني اللي ما شافش الحلقه الاولى اعرفكم بنفسي تاني، انا الدكتور محمد مدني، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام وتجميل الوجه الغير جراحي. النهارده زي ما الاستاذه نور قالت لنا وتفضلت ان احنا هنتكلم عن موضوع تساقط الشعر. موضوع تساقط الشعر ده موضوع مهم، وكل الناس سواء رجال او سيدات بتتكلم عنه وبيهمها جدا. اوكي، طبعا احنا عشان لما جينا الحاله بتاعه تساقط الشعر او التشكيك من تساقط الشعر لازم ناخد منها زي ما اتفقنا حاجه اسمها فول هيستوري. يعني ايه فول هيستوري؟ يعني انا بقول كل المعلومات اللي عندها بطريقه طبيه، يعني باخد منها كل المعلومات، يعني مثلا ايه السن، هل هي عملت عمليات قبل كده ولا لا، اي ادويه منتظمه، بعملت اي اجراءات تجميليه قبل كده زي بوتوكس فيلر او حتى جلسات في شعرها قبل كده او لا، او اي حاجه من الحاجات اللي زي كده، الادويه، نقل الدم ولا لا، والحاجات اللي ايه التدخين زي الشيشه او السجاير او الكلام ده كله مهم جدا بالنسبه لي الموضوع بتاع تساقط الشعر، لان الاسباب دي ببتدي احط انا حاجه في كاتيجوريز، يعني بحط الحاله اللي قدامي في كاتيجوري الاسباب اللي موجوده. طبعا مهم جدا ان احنا لما نيجي حالات تساقط الشعر بالذات او البشره اللي هي مش هيلثي، يعني مش نضره وفيها مشاكل، ان احنا نعرف السبب ونعالجه. طبعا الجلسات دي بتعالج العرض. يعني ايه يعني تساقط الشعر؟ بنقلل تساقط الشعر. طب سبب تساقط الشعر ايه؟ لو انا ما حليتش سبب تساقط الشعر مش هعرف، الجلسه مش هتدي الايفكت اللي احنا عايزينه. طيب اسباب تساقط الشعر ايه؟ اول حاجه هو نقص الحديد اللي هو الانيميا او فقر الدم، يعني حسب بقى ليها كذا اسم. خلاص، طيب الهيموجلوبين لو اقل من 10 هيعمل مشكله. طبعا هو 10 ده انيميا، بس يعني اقل من 10 فعلا هيعمل مشاكل وهيعمل تساقط شعر والبشره هتبقى تعبانه وهيعمل هالات سوداء. طيب ايه تاني؟ هو نقص الفيتامينات والاملاح المعدنيه. يعني ايه؟ يعني فيتامين دي، فيتامين سي، الحاجات اللي زي كده، الفيتامينات دي بتبقى نقصها بتعمل مشاكل ومنها تساقط الشعر. نفس الكلام الاملاح المعدنيه، ومهم جدا منهم الزنك. الزنك مهم جدا جدا للانتجريتي بتاعت، يعني الشكل بتاع الخلايا والشكل بتاع بصيله الشعر والشعرايه نفسها. اوكي، طيب بعد كده اللي هو نقص التغذيه. يعني ايه؟ يعني ما باكلش كويس، وبناء عليه انا عندي يا اما فقر دم يا اما نقص الفيتامينات والاملاح المعدنيه او الاثنين. طيب رابع حاجه، وده سبب مهم جدا جدا نخلي بالنا منه، وهو الستريس او الضغط العصبي. وده بيبقى ليه شروط. يعني ايه؟ يعني يبقى مزمن. مزمن يعني اكتر من شهر، وفي نفس الوقت الناس فاكره ان هو الضغط العصبي يعني لازم اكون بتخانق او بزعق. لا طبعا،
الضغط العصبي، يعني انا دلوقتي عندي بفكر في الشغل كتير، عندي مشاكل في الشغل مثلا، او ما بنامش كويس، عندي محاضرات كتير في الكليه، او عندي امتحانات، او مثلا عندي خبر، يعني خلينا نقول اخبار حلوه مثلا جواز او خطوبه او حاجه من الحاجات اللي زي كده. فده طبعا بيخلي الحاله مثلا متوتره وعماله بتفكر كتير، فده برضو بيؤدي الى تساقط الشعر. وده بتيجي بتبقى حالات كتير جدا تيجي تقول لك يا دكتور حصل لك مثلا موقف فيه توتر او حاجه من الحاجات دي، تقول لك اه حصل كذا كذا. طب يا دكتور، طب هو ده السبب؟ لا يا دكتور، ده حصل لي من شهرين ثلاثه وانا شعري بيقع دلوقتي. ايوه، ما هو بيقع بعدين عبال ما الشعره تاخد التطورات بتاعتها وتوصل للطول المعين اللي هي بتسقط فيه، بس الطول ده بدل ما يقعد فتره معينه بيقل في الفتره فبيسقط بسرعه. اوكي، طيب نيجي بعد كده للسبب اللي بعديه، وهو التدخين زي الشيشه او السجاير او الحاجات اللي زي كده، وبالذات السجاير. السجاير من اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي الى تساقط الشعر، لان هي بتقلل التبديه الدمويه لجميع الخلايا بشكل عام، في نفس الوقت المواد اللي فيها بتترصد في خلايا بطريقه معينه، فبتؤدي الى ان التغذيه الدمويه والقوه بتاعت الخلايا نفسها والتغذيه بتاعتها والاجهزه اللي جوه الخلايا ما بتبقاش قويه، فبناء عليه ان البصيله ما بتبقاش قويه والشعريه بتقع بسرعه. خلاص، يبقى الشيشه او السجاير الاثنين مع بعض برضه في ايه؟ سواد. خلاص، طيب نيجي بعد كده للاسباب اللي بعد كده، وهي طبعا الشمس برضه، ما بتعرضش للشمس بطريقه منتظمه، وده برضه بيؤدي لبرضه نقص الفيتامين دي. خلاص، فده مهم جدا ان احنا برضه نتعرض للشمس، بس مش قصدي ان احنا نقعد، يعني الشمس كويسه زي ما الناس عارفه اللي هي بتاعه الصبح او بتاعه بعد العصر، لان الشمس اللي هي القويه قوي دي ما بتبقاش ايه كويسه على لا على البشره ولا على الجسم عامه بشكل عام. اوكي، طيب اخر حاجه نتكلم فيها وهي الوراثه، والوراثه دي عليها عامل مهم جدا وعامل قوي جدا جدا عشان نعرف هل في مشكله في الشعر ولا لا. الوراثه مش لازم يكون ذكر، لا ممكن الواحد او واحده، بس عند الرجل بيبقى تساقط شعر وراثي اللي هو الصلع، بيبقى اسمه صلع، ويبقى ليه كذا باترن وكذا شكل ممكن يبقى موجود، وممكن يبقى تساقط شعر فقط، وانما في السيدات بيبقى في هيئه تساقط شعر وبيبقى في هيئه فراغات. اوكي، ممكن يجي في اي سن، بس غالبا بيبدا من 25 وبعد كده ممكن يجي في 25، يعني من 25 سنه العشرينات، يعني ممكن يجي في الثلاثينات الاربعينات على حسب الحال. اوكي، طيب نيجي بعد كده نتكلم عن العلاجات. انا بتكلم بشكل عام علشان الموضوع الناس كلها تفهمه، وبحاول ابسط الموضوع بقدر الامكان. بالنسبه للعلاجات، اول حاجه لازم اخد تاريخ مرضي كويس، خد تاريخ مرضي قلنا الاسباب وبنشرح للحاله اللي قدامنا، عشان لو في اسباب عندها او عنده يحاول يقللها او يوقفها خالص قبل يقدر. اوكي، نيجي بعد كده للعلاجات اللي نقدر عليها. اول حاجه علاجات ليه هو اللي هو الاسباب نعالجها، تاني حاجه حاجات طبيه زي الفيتامينات بتاعه الشعر، زي شامبوهات ضد تساقط الشعر، زي حاجات تانيه دي بقى نقدر نتكلم احنا عليها. نيجي بعد كده على الجلسات. الجلسات عندنا جلسات البلازما، جلسات الثيرابي، جلسات الليزر الشعر، الحاجات اللي زي كده، وفي طبعا جلسات كتير جدا جدا بالنسبه لنا احنا كاطباء ممكن نعملها، وانواع ابروتشز كتير جدا في علاج تساقط الشعر، مش عايز اشغل دماغكم بيها. اوكي، طيب احنا كده خلصنا وعملنا على كل المحاور، محور السبب وهو ان احنا بنحاول نعالج السبب، وفي نفس الوقت الجلسات. طيب نيجي بقى الحاجه اللي هي تساقط الشعر الوراثي. تساقط الشعر الوراثي الجلسات فيه مش بتبقى هي العلاج النهائي، لان العلاج التساقط العلاج النهائي لتساقط الشعر الوراثي هو زرع الشعر. اوكي، لاسباب كتيره جدا مش عارفين، مش هنلحق نشرحها دلوقتي عشان لو كده الفيديو ممكن يعدي ساعتين. اوكي، طيب احنا بنتكلم في ان زرع الشعر من احد العلاجات الاساسيه او النهائيه لزرع للتساقط الشعر الوراثي، بس في الاول لو مفيش تساقط شديد بقلل التساقط وبوقف او بحاول اقلل او اخر موضوع حل زراعه الشعر بالجلسات اللي هو الميزوثيرابي والبلازما والجلسات الايه الاخرى. خلاص، طيب ده بالنسبه لموضوع تساقط الشعر كله بشكل عام، وطبعا احنا هنستنى اسئلتكم مع الاستاذه نور هتقولها لنا واحنا هنجاوب عليكم على طول، سواء في الكومنتات او في الاسئله على الدايركت مع الاستاذه نور. وطبعا احب اقول لكم خلاص ان كده خلصنا الحلقه بتاعت الشعر او تساقط الشعر النهارده، ونشوفكم بقى بعد ما نخلص الجلسه النهارده مع الاستاذ نور. طبعا احنا دلوقتي بنحط البنج قبل ما نبتدي الاجراءات اللي احنا هنعملها. اللي احنا هنعمله النهارده هو جلسه ميزوثيرابي للشعر، اوكي، مع البنوتين، وبعدين هنعمل جلسه فيلر للخدود، وفي نفس الوقت فيلر للشفايف. لو تفتكروا
احنا عملنا قبل كده فيلر خدود، دي كانت مرحلة أولى علشان برضو بنشوف يعني، عملنا شوية يعني حطينا كمية كده معينة بنقرر بيها وبنحسن نشوف بيها الدنيا هتتحسن هتبقى عاملة ازاي. طبعا الحمد لله كانت النتيجة قوية جدا، وفي نفس الوقت هنكمل بقى عشان نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها كاملة. دلوقتي برضو احنا بنحط مرحلة البنج على منطقة الشفايف علشان احنا مش من النوع اللي احنا عايزين نزود كل حاجه نخليها اوفر، احنا بس بنظهر الحاجات اللي هي بتبقى موجوده في الوش علشان نخلي الشكل بتاع الوش بكل بساطه، وبيبقى الموضوع رقيق وشكله جميل في نفس الوقت. كده احنا خلصنا مرحله البنج اللي احنا بنحطه، هنستنى لحد ما البنج يشتغل وبعد كده هنبدا الجلسه بتاعتنا. نشوفكم بعد الجلسه. اهلا وسهلا بيكم مره تانية. طبعا احنا خلاص كده خلصنا الجلسات اللي احنا عملناها. طبعا عملنا جلسه اسمها يوثيرابي للشعر، خلاص العلاجات مع الدرمابين. الدرمابين عشان بتحفز الخلايا بتاعه البصيلات علشان تقوي البصيله وتخلي الشعرات تتغذى كويس، وفي نفس الوقت بتخلي الادويه اللي احنا بنستخدمها تخترق توصل للعمق اللي احنا عايزينه. تمام. طبعا عملنا موضوع الشفايف اللي فوق برضه حققناها. طبعا احنا هي باينه دلوقتي مورمه شويه، خلاص بعد شويه اسبوع ولا حاجه بتنزل وهتبقى الاثنين قد بعض والاثنين مرسومين وشكلهم كويس. الشفايف لما بتترسم بتظهر الوش، بس احنا بنتكلم مش عايزين نرسم الشفايف اللي هي الاوفر، احنا عايزين الحاجات البسيطه اللي تعمل تاتشات بسيط. دلوقتي الشفايف بعد الحقن على طول بالشفايف بالذات بتبقى ورمه شويه، فطبعا ده بيروح في خلال اسبوع الى 10 ايام. خلاص. طبعا احنا ممكن نرجع شويه بالكاميرا هنشوف ان احنا عملنا منطقه الخدود في الاول خالص، اللي يشوف الفيديو قبل او الصور قبل مع الاستاذه نور، المنطقه دي كانت داخله لجوه خالص وكانت ظاهر ان هي داخله لجوه ومرهقه على طول. دلوقتي ما شاء الله واحنا بنتكلم مفيش اي مناطق داخله لجوه. كده ما فاضل لنا غير موضوع الهالات السوداء اللي احنا شغالين عليها، وان شاء الله الامور هتتحسن كتير مع الهالات في موضوع الهالات السوداء، وكده يبقى خلاص مش محتاجين اي حاجه تاني غير شويه نضاره والامور تبقى تمام. وكده اقول لكم شكرا ليكم في حلقه النهارده وان شاء الله. بس كمان في حاجه حلوه مع نور، اهلا وسهلا بيكم. زي ما انتم شايفين الحلقه النهارده كانت مميزه جدا، دي الحلقه الثانيه، اللي ما شافش الحلقه الاولى يشوف في صندوق الوصف في الكومنت المثبت انا هحطها لكم. زي ما انتم ملاحظين الفرق على وشي، بسم الله ما شاء الله. انا بصراحه مبسوطه جدا 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 بالتجربه. طبعا عملنا فرق كبير جدا، يعني انا شايفه ان في فرق كبير لو انتم مش شايفين. انا هحط لكم الصور قبل وبعد وانتم قولوا رايكم. بجد انا مبسوطه جدا بالتجربه، وان شاء الله هكمل بقيه جلساتي وهصور لكم كل جلسه معايا عشان تعرفوا اول ما جيت كنت عامله ازاي وبعد ما جيت بقيت ازاي. بجد فرق معايا جدا عشان كميه الارهاق اللي انا كنت فيه بسبب التصوير وقله النوم والقلق والتوتر في حاجات كتير جدا تبع ستريس في شغلنا او في حياتنا، فده فرق معايا كتير جدا بصراحه. فما تنسوش وانتم تتفرجوا على الفيديو اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عند كلمه الكل، وما تنسوش كمان تتابعوا كمان الخصم المخصص ليكم في القناه، هسيبه لكم في اخر الفيديو تشوفوه عشان خاطر تستفيدوا بالعروض والخصومات اللي انا بجيبها لكم في كل مكان انا بروحه. ومستنيه رايكم ومستنيه مقترحاتكم ومستنيه اسئلتكم، وهسيب لكم فيديو الدكتور نفسه على الفيسبوك، هسيبه لكم في صندوق الوصف في الكومنت المثبت، وقولوا لنا ايه رايكم. دي كانت النتيجه بتاعت الجلسه الثانيه بالفيلر، وعملت طبعا على شعري بس احنا صورناهوش، بس عملت على وشي. ودي كانت الجلسه اللي احنا عملناها. انا مبسوطه جدا وكل سنه وانتم طيبين، ومستنيه ارائكم واقتراحاتكم. ما تنسوش اللايك.